خلونا نروح لهذا الخبر. اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية. الحقيقة كان في مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع وتدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة، وده كان في المحلة الكبرى. وطبعا تم تقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلى المدفن الصحي بالسادات بين محافظة الغربية وشركة أسمنت أسيوط سي ميكس، بحضور السيد باجو كاسترو أزاجيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط سي ميكس. خلينا نشوف مزيد من التفاصيل عن موضوع تدوير المخلفات والاستفادة منها. دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، مساء الخير يا دكتور خالد. اهلا وسهلا استاذ شفكي، مساء الخير بحضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. وفعلا يعني مبروك لمصر ومبروك لمحافظه الغربيه توقيع العقد مع شركه متخصصه في اداره المخلفات. وخليني اقول لحضرتك من الاهميه بمكان ان يعني وزاره التنميه المحليه بتشرف على المنظومه القوميه للاداره المتكامله للمخلفات البلدية الصلبة في المحافظات المصرية، وأن حجم الاستثمارات اللي وجهت لمحافظة الغربية حتى تاريخه حوالي 270 مليون جنيه مصري، وده سواء لرفع كفاءة 6 خطوط لتدوير المخلفات في مصنع دفرة بتكلفة 95 مليون جنيه، وده تم التسليم للمحافظة بالفعل. كذلك الأمر تسليم مصنع المحلة الكبرى اللي احنا النهاردة كنا بصدده، وده بتكلفة للخط الكوري الجديد بتكلفة 90 مليون جنيه. كده يبقى خطوط الإنتاج اللي موجودة في مصنع المحلة قادرة على التدوير والتخلص النهائي الآمن من حوالي 800 طن يوم، وهم ده حجم مخرجات، وده رقم كبير الحقيقة. يعني بالضبط يا فندم، وده بيخلينا كمان مع شركة متخصصة من القطاع الخاص المصري واخده يعني عمليات في محافظه اسيوط ومحافظه السويس، لانها تكون قادره على ان تدوير هذه المخلفات وانتاج كمان من عن نتيجه عمليه تدوير وقود المرفوضات اللي بيسمى بالار دي اف، وده بيحل محل الفحم في كمان افران الاسمنت في صناعات الاسمنت، وده مهم جدا. وبالتالي احنا هنا بنشتغل على اولا اداره الاصول اللي الدوله المصريه استثمرت فيها، وبيشاركنا في الاداره والتشغيل قطاع خاص متخصص بياخد المخرجات بتاعه والمنتجات بتاعه عمليات التدوير اللي هي الار دي اف وبيستخدمها في المصانع بتاعته، وبالتالي بيقل من حجم كمان الواردات من الفحم من ناحيه ثانيه، وبيقلل الانبعاثات الحراريه من ناحيه ثالثه، وبالتالي المردود بتاعها مردود اقتصادي. بالاضافه الى هذا وذاك، هناك ايضا منتجات بتنشا عن عمليه التدوير تسمى بالسماد العضوي المحسن، وبالتالي ده بيساعدنا في ان هو يعتبر مخصبات للتربه، وبالتالي بيرفع من كفاءه عمليات الزراعه. يعني وكاننا نتحدث عن عمليه متكامله، يعني بالضبط يعني احنا بالضبط بنعمل الانتاج وايضا المخلفات كمان بنستفيد منها بطريقه امنه وصحيه. بالضبط. بالاضافه الى هذا وذاك طبعا نقل المرفوضات النهائيه من المحله، وهي في حدود 220 طن يوم للمدفن الصحي. للمدفن الصحي طبعا في السادات، وبيدفن ويتم التخلص نهائي امن. طبعا احنا هنا بنوفر كتير جدا على حجم المرفوضات النهائيه اللي احنا بنروح ندفنها، وبالتالي بنحافظ على رصيدنا من المدافن الصحية الآمنة لأطول فترة زمنية ممكنة. فطبعا احنا بنهني محافظة الغربية، وده العقد يعد رقم 14 اللي وزارة التنمية المحلية بتنفذه على أرض المحافظات أكيد. المصرية بشراكة أكيد. استراتيجية مع وزارة البيئة والتخطيط والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية. أكيد نتمنى لكم التوفيق. دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، كل التوفيق ل يعني ما تقدموه بالذات موجود في أسيوط، ويبقى في المشروعات كده متكاملة، يبقى في المشروع نفسه وأيضا المخلفات استفادة منها، فيبقى المشروع في حالة تكاملية هايلة بإذن الله.